ما تسمي رقم 10 من سلسلة تمارين قياس المواصلة. مواطنة التمرين كتقول يمثل المبيان التالي تغيرات المواصلة الجي لجزء من محاليل يودور البوتاسيوم ذات تراكز مختلفة. يعطونا المنحنى اللي عندكم تما كيمثل التغيرات ديال المواصلة الجي هنا، الوحدة ديالها سيمنز، إذا القيم اللي عندنا هنايا غتكون بسيمنز على التركيز المحلول سي، باش هنايا عندنا بالمول ولا بالمليمول، إذا بالمول لاتر موانزا، مول لاتر موانزا، إذا سي بالمول لاتر موانزا، هنا الصفر الأصل المعلم، وهنا عطينا دالة خطية، واحد القيمة اللي كتمر منها هنايا، عطانا القيم هنا، جوج عشرة أس ناقص ثلاثة هنا، وهنا خمسة عشرة أس ناقص ثلاثة، جوج فاصلة خمسة عشرة أس ناقص ثلاثة. إذن هاد المنحنى هذا شفناه في الدرس وطرقناه بالتفصيل، كيفاش كنديرو نمثلوه وكيفاش كنديرو نستمرو، ونذكر هاد المنحنى هذا كتسمى منحنى التدريج. هاد المنحنى كي كيديرو كياخدو واحد المحلول معين تراكيز مختلفة، كياخدو مجموعة ديال المحاليل من نفس النوع ولكن تراكيز ديالها مختلفة، وكيقوموا بقياس المواصلة ديال كل محلول، وكيشوفوا القيمة التركيز ديال داك المحلول، وكيسجلوا النقطة ديال التركيز المحلول، كيديروا هنا شحال التركيز، كيشوفوا شحال كانت المواصلة وكيبحثوا على النقطة وكيمثلوها. المحلول الثاني كيشوفوا التركيز ديالو شحال، كيقيسوا المواصلة ديالو وكيشوفوا، كيديروا التركيز هنا لتحت المواصلة الفوق، وكيشوفوا النقطة فين جات وكيمثلوا. من بعد سجلوا كيفاش كيستعملوها، قلنا إلا كان عندهم شي محلول من داك بحال هذاك باش خدموا وما عرفوش التركيز ديالو اش كيديروا، بكل بساطة كيقيسوا المواصلة ديالو شحال، وكيجيو لهنا كيشوفوا داك القيمة المواصلة شحال، كيشوفوا النقطة المنحنى اللي كتوافقها، كيبحثوا على الأفصول كيلقاو تركيز السي شحال، ولا إلا كان عندهم التركيز المحلول كيقدروا يسنتجوا القيمة ديال المواصلة. وشوفوا حنا شنو مطلوب منا الآن، يقالك عين تغمر مقياس المواصلة في محلول مائي ليدور البوتاسيوم ذي تركيز مجهول، إذا بحال اللي قلتلكم، نجد قيمة المواصلة جي واحد كتساوي لنا، إذا جي واحد واحد المحلول التركيز ديالو سي واحد مجهول ما معروفش، القارص المواصلة ديالو لقاوها هي 1.85 عشرة أس ناقص ثلاثة سيمنز، قالك احسب قيمة سي واحد. إذا هنا عندنا جوج ديال الطرق، إذا يا إما كنشوفو يكون هنا المنحنى مدرج وكنقدرو نقراو هاد القيمة هادي 1.85 فين جات، إذا نقدرو نقراوها تسمى بما أن هذه هي جوج، نقدرو هنا تكون 1.85 ونديرو إسقاط على المنحنى هنا، والنقطة الأصول هاد النقطة هذه هو سي واحد. أو إلا ما كانتش القيم واضحة بحال عندنا هنا في المنحنى كنخدمو بطريقة ثلاثية، إذا بكل بساطة فاش كان التركيز هو 2.5 × 10⁻³، كانت القيمة ديال المواصلة هي 2 × 10⁻³، إذا فاصبح التركيز هو سي واحد ماروش قاسو المواصلة لقاوها هي 1.85 × 10⁻³. إذا استعمل الطريقة الثلاثية نلقاو بأن سي واحد اش كتساوي، إذا هادي في هادي على هادي، إذا 1.85 × 10⁻³ في 2.5 × 10⁻³ على 2 × 10⁻³. إذا تلقاو القيمة ديال سي واحد هي 2.22 × 10⁻³ مول لاتر موانز. السؤال الثاني قالك نغمر نفس الخلية، يعني باش دارو هاد المنحنى هذا في محلول مائي ليودور البوتاسيوم اس اثنان تركيزه سي اثنان باستعمال توتر جيبي، توتره الفعال U هو 0.8 فولت. السؤال الثاني ما عطينا على التوتر الفعال 0.8 فولت، و فنجد ان شدة التيار الذي يخترق المحلول هي 2.53 ملي امبير، اذا اي كتساوي 2.53 ملي امبير، هذه شدة التيار الفعالة. اولا احسب مواصلة جزء المحلول المحصور بين الالكترودين، اذا عندي توتر ما بين المربطين بخلية القياس، عندي اي شدة التيار اللي كتمر في المحلول، اذا بكل بساطة طبقوا العلاقة اللي شفناها في بداية الدرس. إذا الحساب جي ثلاثة، نعلم أن جي المواصلة كتساوي لنا إي على إي،
إذن غتكون كتساوي لنا جوج تساوي 53. ونتبه للوحدات بأن هذا ملي أمبير سنحول 10^3 على 0.8 فولت إذا ما احتاجش تحويل. إذا جي 3 غتلقاوها كتساوي 3.16 10^3 سيمنز. هذه القيمة ديال المواصلة لهذا المحلول. من بعد قالك أوجد قيمة سي 3 سي 2 ولا سي 3، أوجد قيمة سي 2 هذا المحلول الثاني. إذا هذه حتى هي نسميها جي 2، هنا هذه جي 1 سي 1، إذا هذا جي 2 نحدو تحديد قيمة سي 2. إذا قلت هنا يمكنك عدد المنحنى مدرج، يمكنك عدد المنحنى مدرج فراغ مليمتري ومدرج، غادي نمشي نشوف جي 2 فين جات. إذا جي 2 هي 3.16 غنبحث عليها فين جات 3.16 مثلا هنا، كنبحث عليها فين جات، كنشوف النقطة المنحنى اللي كتوافقها وكندير الإسقاط، هذيك هي اللي غتكون سي 2. ولكن حنا المنحنى عندنا ما مدرجش، غنخدمو بنفس الطريقة بالطريقة الثلاثية. إذا نفس الطريقة اللي حددنا بها سي 1 نحدو بها سي 2. إذا فاش كان التركيز هو 2.5 10^3، كانت المواصلة هي 2.10^3 سيمنز. الآن فأصبح التركيز هو سي 2، أصبحت المواصلة هي 3.16 10^3 سيمنز. إذا سي 2 هذه كتساوي لنا هادو اللي متقابلين، هذه في هذه مقسومة على هذه، كتساوي لنا 3.16 10^3 في 2.5 10^3 مقسومة على 2.10^3. إذا سي 2 غتلقاوها كتساوي 3.95 10^3 مول لتر موانز. إذا هكا قمنا بالاستثمار ديال منحنى التدريج، واللي الامر ديالو بسيط، فقط تقدر تعرف كيفاش كيدير كيتمثل، وكيفاش كيتم الاستثمار